بهدف دفع عجلة التنمية وتعزيز مكانتها العالمية، تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عدة مشاريع كبرى قدمت من خلالها العديد من المبادرات المعززة من آفاق التعاون بينها وبين دول العالم. نعم ريم، وتأتي مشاريع الخمسين وإكسبو دبي 2020 شاهدا على سعي دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل لإكمال قصة نجاحها التاريخية من خلال المشاركة بشكل فاعل في وضع أسس المستقبل. مسار تنموي طموح تفردت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال رسمها لخطها الخاص الذي ساهم في تعزيز المكانة المتقدمة لها إقليميا وعالميا. التغييرات الهيكلية والجذرية في عدة منظومات أعطت لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الزخم الكافي للانطلاق نحو العالمية بكل ثبات وتوازن، دعم من قوة قطاعات العمل الحيوية فيها من جانب، ومكن الكوادر الوطنية من تسطير أجمل الإنجازات التي حلت على بدن تلك المجالات من جانب آخر، والتي شهدت تطوير مجموعة القوانين المؤطرة لها وتفعيل المبادرات الوطنية الخاصة بها. سجل المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عديدة ولا يمكن حصرها ولا عدها، فتراها تسارع نحو إطلاق المشاريع الكبيرة التي فتحت الأبواب لتصبح مشرعة أمام بناء أنجع الشراكات العالمية وإبراز جدواها من على أرض الواقع الملموس. ولعل آخر المحطات المضيئة التي استطاعت دولة الإمارات أن تشد أنظار العالم إليها إكسبو دبي، الذي نجح في استقطاب ما يزيد على 25 مليون زائر بمشاركة 191 دولة، لتعكس هذه الأرقام عظم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة عالمية وواحة للأمن والاستقرار في المنطقة. وإلى جانب ما سبق، تأتي مشاريع الخمسين ضامة ل12 مشروعا أدرجت ضمن حزمة أولى لمشاريع كبرى من المتوقع أن تضيف نشاطا على عزم الدوران في عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما سيبشر بخلق برامج وحوافز لدعم رواد الأعمال ومساندة القطاع الصناعي للتحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية، الأمر الذي سيقود نحو ولادة فرص اقتصادية واعدة وآفاق جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.